ومن هنا أجدد الدعوة، وسنظل نجددها في كل مناسبة دون كلل أو ملل، إلى ضرورة ممارسة كل أنواع الضغط السياسي والأخلاقي على الكنيسة الإسرائيلية، وإلى تفعيل سلطة اتحادنا ككيان يضم ممثلي شعوب العالم المتطلعة إلى الحرية والكرامة والعدل لاتخاذ الإجراءات التي تحفظ لهذا الاتحاد هيبته وعدالته وسمعته وتحافظ على مبادئه.